السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة عن تطبيق عملي للاستراتيجية بتاعتي اللي اتكلمت عنها فيما قبل في فيديو سابق من الألف إلى الياء، إزاي أنا بشتغل على البروسيس للأفليت ماركتينج من خلال موقع وورير بلس أو جي في زو. أنا هتكلم برضو بنفس الطريقة وبنفس الاستراتيجية على منتج لسه ظاهر النهاردة 15 إبريل 2020، لكن أنا بقى هفرجكم المنتج ده هل انا هرشحه، هل انا مقتنع بيه ام لا. ده اللي انا حابب اتكلم عنه في هذا الفيديو. اول حاجة طبعا بروح على مانش اي، زي ما خلاص اتعلمنا ان دي الخطوة الاولى بتاعتنا اللي بنعرف من خلالها هي المنتجات اللي خلاص بالفعل ظهرت في السوق اهو. من اول هنا الجزء ده بتاع جاست لونش، ده اللي هو بقى بياخد من اول اليوم السابق لو امبارح بقى، ويفضل ينزل بقى ايه 15 14 13 وهكذا. هنا على اليمين بتروح بقى على طول ل 16 17 18 الى اخره. اما هنا بقى ده البيج لونش، انا على ما اعتقد والله اعلم ده للي بيكونوا عاملين دعايه يعني مدفوعه على هذه المنصه مانش اي. انا اللي عايز اتكلم عنه النهارده واللي يعنيني هو ده، هذا المنتج اللي اسمه ماجيك فانل. لما بضغط بيجيب لي هنا كل التفاصيل، بيقول لي مين صاحب هذا المنتج، وهو طبعا شخص معروف. هنا بيتكلم عن النسبه اللي انا هاخدها لو انا سوقت لهذا المنتج، هاخد 50%. وبيديني هنا الصفحه اللي هي الجي في بيج اللي انا اقدر من خلالها اعرف تفاصيل هذا المنتج. طبعا هنا بيكون في كلمه من صاحب المنتج، ده شخص اسمه جلين، وهو بصراحه في السوق من زمان حقيقه، يعني يمكن من سنين وسنين وهو شغال على الافليت ماركتنج. هنا بيتكلم، طبعا هنا مش بيكلم الناس، هو بيكلم فقط الناس اللي هتسوق له فقط لا غير. هو هنا فقط بيتكلم مع الافليت ماركترز وبيقول لهم انا المنتج بتاعي ده عباره عن ايه، وبيقول عباره عن 14 دان فور يو ميني فانلز. فهي دي الفكره بتاعته، ولو حابب بقى تسوق لهذا المنتج هتاخد 50%، وبيكون في النهايه في هدايا وحاجات كده. طبعا هو علشان يحط الشكل ده شايفين هنا جلين كوسكي، ده من الناس المشهورين، خد الدرع ده من كليك بانك سنة 2019 السنة اللي فاتت. هذا الدرع لا يحصل عليه إلا من كسب من خلال كليك بانك أقل حاجة بتكون مليون دولار. فعشان ياخد الدرع ده، ده معناه أنه هو حصل على مليون دولار. يعني الشاهد اللي أنا عايز أقوله أن ده راجل من الناس اللي عارفين الصنعة بحرفية. لكن برضو ما تنسوش حاجة، ان الناس دي ما عندهاش اي مانع يبيعوا اي حاجة لاي حد وخلاص، لانه اهم شيء يكسبوا، هي دي الفكرة. اذا انت هنا بتشوف الفكرة، بتعرف هتاخد كام، بتسمع من هو عايز يقول ايه عن هذا المنتج، والفيديو ده تقريبا 6 دقايق. بعد كده بتروح على السيلز بيج بريفيو لو انت حابب بقى تشوف هيكون شكلها ايه. انا عايز اخد اللينك بتاعي، بعمل ايه اهو، كليم يور وورير بلس افيليت لينك، بتضغط هنا وعلى طول بتبعت بقى. طبعا بما اني من التوب 10 فانا على طول، انا ضغطت عليه من شويه على طول بيغدر في ساعتها، فبدون اي مشكله انا اقدر دلوقتي من خلال هذا اللينك اقدر ان انا اعمل عروض لهذا المنتج واخد 50%. يمكن هنا محمد اظن انت سألتني على الصفحة بتاعتنا، لو انت عايز بقى تحط لحد بونص هدية لما يشتري المنتج ده يحصل عليها منك، بتيجي هنا يا محمد بتضغط على اللينك وبتحط اللينك هنا، وغالبا بيكون لينك من على جوجل دوك، احنا بنحط الحاجة عليه ونعطيه للناس. طبعا لما بضغط على هذا اللينك بروح للصفحة اللي هي السيلز بيج اللي هتظهر لكل الناس، هي دي اللي من خلالها طبعا بتروج لهذا المنتج. وبعد كده لو حد عايز يشتري بقى هذا المنتج بيجي على كليك هير تو جيت ستارتد ناو، ويضغط عليها ويروح للمنتج. انا بقى بسجل هذا الدرس ليكم علشان اقول لكم ان ده من المنتجات اللي انا لا يمكن اروج لها، لان ده ممكن يسيء الى سمعتي. ايه السبب؟ اولا انا بتعامل مع عرب، انا مش بتعامل مع اجانب. الاجانب ما عندهمش اي مشكله ان هم يشتروا ويجربوا، ولو ما عجبهمش ممكن يرجعوه، او ممكن حتى لا ما بيفرقش معاهم، وبيعتبروا ده يعني نوع من السبورت لصاحب هذا المنتج. هي دي المنتاليتي، هي دي العقلية بتاعت الغرب، احنا طبعا بعاد جدا عن هذه العقلية. لذلك احنا ما ينفعش ابدا نرشح الا الشيء اللي فعلا احنا متاكدين ان هو هيكون ممتاز وان هو فعلا هينفع الناس. وطبعا العرب مش من السهل ان انت تقنعهم ان هم يشتروا حاجه اونلاين، زي مثلا حاجه ديجيتال
برودكت مثلا او كورس، الحاجات دي مش سهل. ناهيك عن ان انت بقى هتتهاجم ان انت بتروج لمنتجات وكده، واحنا عايزين كل حاجة ببلاش ومش عايزين ندفع فلوس. طبعا كل هذه الاشياء انا بمر بيها، وانا بحاول وربنا يعلم جاهدا ان انا ارسخ لمبدأ الملكية الفكرية، ان لا، عايز حاجة لازم تشتريها، مفيش حاجة اسمها اخد الحاجة بحاجة اسمها كراك. مش عارف تعرفه موضوع الكراك ده ولا لا؟ وتاخد الحاجة مضروبة، وتاخد الكورس اللي هو مثلا ب $100 او $200 تاخده ببلاش، او سوفت وير معين بكراك مضروب تاخده ببلاش. كل هذه الاشياء اقسم بالله حرام حرام حرام، لان لازم تاخد الحاجة برضا صاحبها، والا فهي حرام. دي بس نقطة حبيت استعرضها معاكم، لان انا اعاني حقيقة من هذه الفكرة كتير جدا. اكمل كلامي ليه انا قلت بقى ان انا لا يمكن اروج لهذا المنتج، بالرغم ان انا الاقي هنا لو كتبت ماجيك فانلز هلاقي ناس كتير بيروجوا لهذا المنتج اللي لسه ظاهر النهارده. هلاقي مثلا داود اسلام اللي احنا اتكلمنا عن الكورس بتاعه، وده بقى من الكورسات اللي انا رشحتها لكم، لان بعد ما اطلعت على الكورس وشفته عرفت ان فيه قيمة كبيرة جدا حقيقة يعني، وربنا يعلم الراجل عامل مجهود، بالاضافة الى ان هو بيدي 4 كورسات اخرى. انا كنت كاتب كل الكلام ده في هذه الصفحة، وحتى البونص اللي انا عطيته لكم، الكلام ده كله اللي انا قلته في اخر فيديو على اليوتيوب هنا اللي هو ذا لوك داون فورمولا، انا بدعوكم بجد ان انتم تبصوا عليه فعلا لو انتم عايزين يعني تستثمروا في هذا المجال وفي مجال الافيليت ماركتينج وموضوع الورير بلس. والله ما هتلاقوا عرض فيه كل المزايا اللي موجودة هنا. حاجة بتنقصني انا في الكورس بتاعي موجودة عنده، الا وهي موضوع السوفت وير اللي بيديلك 10 لاندنج بيجز، ده موجود عنده، ده بيديلك ببلاش، دي مش عندي. فانت محتاج حاجة اسمها سكويز بيج او لاندنج بيج، ده انت هتاخده من خلاله مجانا. بسرعة كده انتوا بتسمعوا الكلمتين دول، سكويز بيج او لاندنج بيج، ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق ان دي مثلا دي اسمها لاندنج بيج، تمام، صفحة هبوط، لكن التانية اللي اسمها سكويز بيج دي بتكون عبارة عن صفحة مثلا هنا بس، ما فيهاش الجزء ده كده كله، وبيكون هنا فقط بيقول لك اكتب الايميل بتاعك واسمك، وانا مثلا هبعت لك الحاجة الفلانية مجانا او، وبيكون الهدف منها ان انا بجمع ايميلات عشان بعد كده ابدأ اراسل الناس واعرض عليهم منتجاتي وهكذا. دي الطريقة المعتادة هنا في الغرب، وما عندهمش ادنى مشكلة معاها. اذا ده الفرق بين سكويز ولاندنج، اللي قدامكم دي حالا دي لاندنج بيج، اما السكويز فبتكون علشان موضوع الايميل ان انت تجمع ايميلات. يبقى ارجع تاني لهذا الشخص، الشخص ده اللي عامل الكورس بتاع اللوك داون ده بيستعرض هذا المنتج، ده كمان بيستعرض نفس المنتج اللي هو ماجيك فانرز، وده كمان اللي هو ذا جريكس، في عندك هنا برضو طبعا ده إريك شاجي، بدأ وهو عنده 16 سنة وبرضو بيستعرض هذا المنتج. عندك بعد كده طبعا يعني أكيد أرت فلير ده مشهور بيستعرض المنتج، وأخيرا طبعا روبن بالمر بيستعرض المنتج. أنا بس حابب أوريكم حاجة، شوفوا هنا مثلا أرت فلير عنده 82 لايك، ماشي، شوفوا هنا 183 لايك لمين؟ لإريك شاجي. هنا مثلا ده 82. اللي انا عايز اقوله ايه، ان الاجانب بيعملوا سبورت، الاجانب بيحبوا يشتروا هذه الاشياء، وزي ما قلت لكم فكره الدعم. يعني انا مره حد تواصل معايا كان بيتكلم معايا في مجال معين وقال لي طب احنا ندعمك ازاي، نعمل ايه علشان ندعمك، قول لنا على الطريقه. فيعني كانت مفاجاه ليا، طبعا شكرته يعني وكده وقلت له شكرا، لكن كانت مفاجاه ان دي طريقه الغرب، هم بيحبوا يعملوا السبورت ده. ليه كانت الطريقة؟ انا ليه بقى مش حابب استعرض ده زي ما الناس دول بيعملوا؟ السبب بسيط، السبب ان انا ممكن بايدي ان انا ادلكم على حاجة ارخص بكتير، بدل ما تدفع قرب $30 في هذا المنتج. انا شخصيا على الويب سايت بتاعي انا حاطط حاجة اسمها إليمنتر، اهو ممكن هنا اجي واعمل دراج للحاجة اللي انا عايزها واكتب اللي انا عايزه هنا، نفس الفكرة بتاعت الفانلز اللي انا حابب اتبعها. ايضا عندي هنا برضو حاجة اسمها انستا بيلدر ب$5 من فايفر، و$2 ضرايبي يبقى $7، اهو كل ده ابصوا نفس الفكرة، اهو باخد كل اللي انا عايزه وحاجتي للابد فوريفر، وعلى الموقع بتاعي كمان، يعني مش حاجة حد بيتحكم فيا. ماذا لو اصحاب الماجيك فانلز دول وقعوا السيرفر بتاعهم وخلاص كل حاجة راحت؟ على فكرة
فكره. زمان مثلا انا اشتريت منتج اسمه ماكس فانلز، ده كان تقريبا ب $100، كنت من خلاله بعمل نفس الفكره، هي نفس فكره الكليك فانلز لو تعرفوها بتاعت برانسون راسلز. هنا اهو لو انا عايز اعمل حاجه كده باجي هنا وبعمل الفانل بتاعي، بس ده كان ب $100 وانا عمري ما قلت لحد يشتري الماكس فانلز حتى من خلالي، لان انا عارف ظروف الناس عامله ازاي عندنا في البلاد العربيه، وما يصحش ان انا ادبسهم في حاجه برغم ان ده منتج روعه زي ما انتم شايفين، هو حاجه يعني ملهاش حل. لكن طب ليه اعمل فيهم كده طالما انا قادر اقول لهم على شيء $5 ويدي نفس الاهداف؟ يعني دي كانت الطريقه، مش هطول عليكم، ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. حبيت اقول باختصار مش كل حاجه تشوفوها يبقى على طول نقول احنا هنروج لها، لا ما ينفعش، لازم يكون عندك رؤيه، لازم يكون عارف ايه اللي فعلا ممكن تروج له وايه اللي ما تروجلوش ابدا، لان انت اهم شيء تحافظ على سمعتك امام الناس. وقبل كل ده دي حاجه بينك من ربنا، هل انت مقتنع باللي انت بتعمله ولا لا؟ الناس دي ليها قناعاتها، ليهم الزباين بتاعتهم بيشتروا منهم، طبعا هم احرار بيستعرضوا الحاجه وبيدوا البونص وخلاص. لكن بصراحه عمرهم بقى ما هيراعوا حته الضمير اللي عندي انا شخصيا معاكم، لان انا مصري عربي مسلم وانتم بني جلدتي، انتم مني وانا منكم، فما ينفعش اصدركم في حيطه وادبسكم. علشان كده انا بقول لكم ما تروجوش الا للحاجه الصح، زي المنتج ده. انا مثلا المنتج ده انا بقول لكم اهو، انا انتهز الفرصه بقول لكم اشتروه وانا افليت معاه، يعني شوف بقى في صراحه اكتر من كده. بس الفايده اللي فيه والثلاث اربع كورسات هنا دول ثلاثه واحد، هتاخد اربع كورسات بلس الكورس بتاعه كده خمسه، البونص بتاعي الـ80 منتج اللي انت تقدر تديهم لاي حد مجانا، والميجا بونص ده اللي هو انا اصلا ببيعه ب17 على المنصه بتاعتي، انا بديه ببلاش لحد يمكن كمان 3 ايام قدام وبعد كده هشيله. اذا نتعلم من الدرس ده، اهم شيء المصداقيه، تراعي ضميرك، دي حاجه بينك ومن ربنا قبل اي شيء. راعي ضميرك، رزقك كده كده هيجي لك، ده ربنا سبحان الله كتب الارزاق وكل حاجه مكتوبه في اللوح المحفوظ. وده مش بس كده، ده رفعت الاقلام وجفت الصحف يا راجل، يعني كل حاجه خلاص اتكتبت عند ربنا سبحانه وتعالى، مش هتاخد غير رزقك. وما تنساش قبل بس ما اختم نصيحه من اخ ليك، الرسول عليه السلام علمنا ان اغلى تجاره واغلى بضاعه في حياتنا هي الايام المعدودات بتاعتنا، لان فعلا والله هي دي البضاعه الحقيقيه. ما تضيعوش وقتكم على الفاضي، اشتغلوا اجتهدوا عشان ربنا يكرمكم، ما تضيعش وقتك في مجرد انت تتفرج على فيلم تافه وتقعد تضحك وخلاص بعدها تقول ايه اللي انا عملته ده. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون يعني خاسر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايه هما النعمتين دول يا رسول الله؟ الصحه والفراغ. هذا هو، شكرا لكم، ولا تنسوا أن ناسب الناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.